انترناسيونال توا سين انترناسيونال وفي سين انترناسيونال نحكيو على مهرجان موجود في بلاد من البلدان. مرة هذه بلاد معروفة برشا عينيك قلوب وسام جابون باش نمشيو للجابون هذاك عليه في سين انترناسيونال نتاع الليلة باش نحكيو على فوكاغاوا اشيمي فيستيفال يصير مرة بركة في العام ينجم يتعدى على نهارين ولا ثلاثة ايام في وسط شهر اوت. فيستيفال في طوكيو اول مرة تعمل عام 1642 ومن عامتها ولا فيستيفال معروف واللي داخل في الكولتور جابونيز. يجيو هدي توريست من العالم اجمع باش يحضروا على السبيكتاكل اللي لقاوه غاديكا باش تلقى الموسيقى جابونيز ومع هذا الكل فما لو ديفيلي دو ميكوشي اللي هو تومبل صغير معمول باللوح ومزين بالزينه نتاعهم هزينو 6 و8 عباد ولبسين لبسه تراديسيونيل وهذاك السيمبول نتاع الفستيفال هذايا. كل حاجه موجوده في اليابان ديما عندها حكايه اون فابل ولا ميساج مهم. في الفستيفال هذايا الحكايه نتاعو ترجعنا اكثر من 300 سنه التالي توجد بور اونوري لو سانكتوير نتاع فوكاغاوا اشيمي. نحكيو على فستيفال اللي تلقى فيه برشا موسيقى تلقى الماكله جابونيز وديز اكتيفيتي للصغيرات ويستقبل اكثر من 400 ألف تفرج. لا غيزون تاع الحكايه ولا الاصل نتاعو للفيستيفال هذايا ولات عنده انفلونس كبيره ياسر في الكولتور نتاعهم والكولتور اترونجير. في ثلاثة ايام هذوكم يلم لي جابوني ولي توريست الحوانت الكل تسكر في لي زالونتور اليكسيبسيون للمحلات اللي يبيعوا الماكله باش ينجموا الناس اللي حاضرين غاديكا يفطروا في البوز نتاعهم. وهكا نكونوا كملنا الجوله نتاعنا في سين انترناسيونال نتاع الليله. الحقيقة بعد اليابان وقت اللي نحكيو على المهرجانات متاحة مهرجانات مختلفة على بقية الدول يمكن تقرب لها شوية الصين كبلاد معناتها في لي تراديسيون نتاعها. لكن هنا نحكيو على مهرجان راهو عنده تاريخ طويل برشا 1642 دونك النقطة هذه هي نقطة مهمة برشا انه فما حفاظ على الثقافة نتاعهم معناتها المئات السنين. انت كان نحكي وعرفت كتبت قلت 1642 وانت بديت تقيد نحب نعرف علاش مش تقول لي بها الدات هذيك الدات على الحاجه هذه معناتها الاستوار فوالا الاستوار نتاع معناتها في اليابان معناتها في الكولتور نتاعهم هما ياسر معناتها يرجعوا بالاستوار التالي معناتها اوغزر نحكي لك على فيستيفال عام 2023 اللي البدايات نتاعو كانت عام 1642 دونك معناتها الفيستيفال الحاجه الباهيه في الكولتور نتاعهم كان بدا مثلا بستيل معين يقعد راهو في ستيل هذاك ما يبدلش معناتها ديما كل عام فما تومبل الميكوشي اللي هو معناتها كي تومبل صغير بلوز موا كيما اللي يقعد عليه لو روا اما في الكا هذايا سي مينياتور معناتها في الكا معناتها اقل صغر ومعمول باللوح مزين بالزينه معناتها نتاع اللي يستعملوها شبابنا والقوه اللي معناتها كل عام بالحق فما عبادك اللي باش يهزوا التومبل هذاك يبداو معناتها يحسوا رواحهم عندهم معناتها اونوري على الاخر باش يهزوا التومبل هذاك وبيان سور تصير معاه ديفيلي كامل معناتها فما كولتور كامله تتعمل فيستيفال مو جوست معناتها فيستيفال باش تحضر على حاجه ولا جوست تسمع موسيقى ولا تاكل حاجه وتروح لا بالعكس معناتها سي اون فادير سي ان كور ديستوار مي سو فورم دان فيستيفال فهمتني معناتها فهمت الكونسيبت معناتها وهنا نحكي معناتها شوف قداش من فيستيفال حكينا عليه اسامه ديما معناتها نحكيو على 30,000 متفرج 50,000 100,000 الوغ كو تبدا فما برشا موزيكا برشا جو برشا حاجات. المره هذيا نحكيو على كولتور واللي لم 400,000 متفرج الحوانت الكل تسكر معاهم هما معناتها بالحق الفيستيفال هذيا عنده قيمه كبيره ياسر في الكولتور نتاعهم اليكسيبسيون كيما قلت انا زاده من نتاع الماكله باش العباد تفطر وكل شيء دونك بالحق الريت وراء اي حاجه وراء اي فيستيفال مهما كانت حتى اللي حتى فيستيفال عادي على الاخر مي لي بتي ديتاي ولا الحكايه نتاعو ولا الاصل نتاعو ديما فما ميساج فما كيما نقولوا اون فابل فما حاجه اللي باش تخلي الفيستيفال هذايا عنده الاهميه نتاعو في الكولتور نتاعو والثقافه اليابانيه عليه وانت نعرفك مغروم بالمانجا وغيره معناتها اليوم معناتها نحسوا اللي اليابان عرفت لسنوات طويلة كيفاش تسوق للمنتوج التقليدي متاحة سواء بالأفلام سواء في الديس أنيمي سواء في الجو فيديو سواء توا كيما تحكي أنت على المهرجانات
كيفاش نجحت؟ انا والله جو بونس اللي المانجا والكوميك معناتها حتى الكتب معناتها كل شيء اللي عندهم قيمه كبيره في الكولتور هاو علاش خاطر مثلا توا انا مثلا اكزامبل كي نتفرج في مانجا باغ اكزامبل ناروتو ولا دراغون بول زيد ولا معناتها اي انيم ولا حاجه كي تتفرج تفهم حاجات وتفهم الكولتور نتاعهم خاطر الماكله ما كنتش نعرفها عرفتها في لي مانجا في لي انيم الكولتور نتاعهم التربيه الخلاق نتاعهم هذا كيفاش يحكيوا مع الضيف كيفاش مثلا السلوك اليومي حتى في المانجا باغ اكزامبل كي يبدا هو مثلا اكزامبل تفرشي مانجا اللي هو في بلاد ويمشي في ولايه اخرى مثلا باش يوريك زاد معناتها البيرسوناج اللي في الولايه هذيك الكولتور اخرى يفرحوا بعبد اوترومون وكل شيء انا نتصور اللي لي مانجا ولي انيم تاع لي جابوني سورتو كانوا معناتها ان بلوس كبير ياسر خاطر عندهم بوبليك في العالم اجمع كانت معناتها فرصه لهم هما باش يسوقوا لبلادهم ونتصور معناتها عرفت حتى باغ اكزامبل فما توا دي ريستورون في العالم اجمع دي ريستورون وان بيس اللي هو معناتها سي انانيم اللي تفرجنا فيه معناتها مانجا اللي تفرجنا فيه دونك الريستوران كي تدخلوا تلقى التيماتيك نتاع وان بيس اللي هو لو بيرات واللي هو معناتها وتلقى حتى التفاحه زعما اللي كلاها مش ولا الاستيك معناتها كل شيء الاستوار نتاعو معناتها حتى الماكله اللي سربيوها في الريستوران اللي تعديت في المانجا دونك اللي تتفرج فيها معناتها اللي ياكلها هو ولا ياكلها اصحابه كل شيء دونك كولتور كامله فما دي ريستوران قلت لك تعملوا على دي مانجا معينين بالستيل وكل شيء ناروتو كيف ناروتو مثلا اكزامبل وقت اللي يبدا ياكل في نوي في المانجا برشا عباد ولات تحب تذوق البلا هذاك على خاطر افورس من اللي هو ياكلوا في كل حلقه دونك نتصور كانوا معناتها كانت فرصه لهم هما باش يسوقوا ويقولوا للعالم اجمع هاو شنو هاي الكولتور نتاعنا هاو شنو عندنا وشنو نجموا نعملوا وكانت هذيك بوان بوزيتيف لهم هما بالرغم الكولتور نتاعهم ما تشبهش الثقافات نتاع عديد الشعوب في العالم نحكيوا على اللغه اللغه اليابانيه حتى لا تكنولوجي زاد ما يستعملوش اللي نستعملوه ما يستعملوش جوجل ما يستعملوش فيسبوك يستعملوا لي ريزو سوسيو حاجه هما عاملينهم ديجا ومتاحهم هما وبيان سور معناتها معناتها ومنظمين زاد تاو باغ اكزومبل اليابان في تاو معناتها هبطوا ديغنييرمون الجمعه اللي فاتت هبطوا قالوا اللي باش يوليوا الصغيرات بين العشره نتاع الليل والسته نتاع العشيه باش يقصوا عليهم الانترنت علاش خاطر سي الوقت 10 تاع الليل 6 تاع الصباح اي من العشره نتاع الليل ستة متاع الصباح باش يقصوا عليهم الانترنت علاش على خاطر باش العبد ما يستنسش باش توليش باش ما توليش فما لاديكسيون متاع التليفون والانترنت معناتها تنجم تقعد اون فامي تحكي معهم كل شيء تنجم مثلا العشرة من ستة متاع الصباح تقرا كتاب تنجم ترقد تنجم ترتاح راهو سي بون نجمو نكونيكتيو نهار كامل او ميم طون زاده نجمو نرتاح ولا نعملوا ديزاكتيفيتي اخرين وهذا اللي يخلي اليابان معناتها نجحت كيفاش تسوق المنتوج نتاعها التقليدي كنا نحكيوا على الفستيفال ولينا نحكيوا على المانجا ولينا نحكيوا على الماكله معناتها باش يوريك كيفاش هما خدموا لسنوات طويله وهكا علاش نلقاو معناتها اليوم ليدونتيتي معناتها البصمه نتاعها الجابوني موجوده في العالم الكل وهذا انجاز معناتها كبير برشا هو مش كان الفستيفال هذا ديجا عندهم عشرات ومئات المهرجانات اللي كل واحد عنده الخصوصيه نتاعو ولا كل فستيفال عنده ليستواغ نتاعو ما تلقى حتى فستيفال يشبه للاخر كل فستيفال عنده الببليك عنده السيبل نتاعو هو وبيان سور قلت لك حتى كي يبدا فيستيفال جوست عادي راه نتاع حتى نهار بركه ولا حتى نتاع ساعتين يبدا عنده قيمه وراهو عنده علاقه بالكولتور ولا ليستواغ اللي في جابون. تخي بيان احنا مانيش باش نبعدوا برشا على اليابان باش نحكيو على كوريا الجنوبيه، كوريا الجنوبيه اللي تحتضن الالعاب الاولمبيه الشتويه للشباب دونك تونس ان شاء الله تكون حاضره في الاولمبياد هذه الشتوي الكبير برشا اللي شاركوا فيه عديد البلدان باش نحكيو على جمعيه الهوكي على الجليد يقول القايل كيفاش باش نحكيو على تونس والجليد والهوكي على خاطر معناتها فما بلدان معروفه بالهوكي اللي موجود فيها معناتها الثلج كيما كندا وامريكا وغيره تونس كي هل انه باش تكون موجوده في الاولمبياد هذايا والا لا باش يكون معنا بالتليفون هبه عياد رئيس جمعيه الهوكي على الجليد رجعنا معكم بعد الفاصله.